انت طبعا توعي، انا عارف ان انت من صغرك بتسمعي اللي اكبر منك وبتغني قصايد كنت وبتعملي، يعني سمعت ان انت ما كنتش بتغني اطفال. انا عايزه اقول لك فعلا باجي افتكر في طفولتي بكون قاعده مع اصحابي وكده، فاكرين يا جماعه اغنيه مثلا ابرق الشاي، فاكرين اغنيه ماما طلع الفانوس، ما اعرف الحاجات دي، بس كانت بالنسبه لي ممله. لا يا يعني شيخه، تخيل ببقى عامله حفله ومغنيه حاجة لأم كلثوم مثلا، مغنية قصيدة أشواق لرياض السنباط. يا نهار أبيض، دخل المدرسة يقعد يقولوا لك بقى لا 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 لما بطل قاعدة. أنا أبريق الشاي، إيدي كده بوزي كده أصب الشاي. ما تعرفيش الأغنية دي؟ لا. ماما زمانها أكيد عارفاها بس ما بتغنيهاش. ها انت بتخش على التقيل على طول. مش بحب اغاني الاطفال خالص يعني، كنتش بحبها. طب ايه كنت عشان كده مفيش حاجه، وكنت بحفظهم يعني مضطره في المدرسه بحفظ مع زمايلي، بفضل بغني معاهم لا 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 وكده، بس الحاجات ما بتتخزنش في دماغي لانه انا مش مقتنعه بيها. لا يا شيخ، انا انت عارفه بقى ان انا كنت وانا صغير كنت بحب الاغاني طبعا الاطفال والحاجات دي، بس برضو كنت بحب عبد الحليم والاغاني الحزينه كمان، فاهمه يعني اللي هو فدائي ولو مت يا امي ما تبكيش، راح اموت علشان بلدي تعيش. وكنت تخيلوا انت طفل، ازعل جدا. وكانت ماما تجيب واحد بيغني فرنساوي اسمه ادامو، كان بيغني فرنش وبيغني حزين جدا، وانا اقعد احفظ الاغاني بتاعته مش فاهم اي حاجه من اللي بيقوله، بس لمجرد اني حاسس بيه وحاسس بال لانه سبحان الله دي القدرات. يعني مثلا بتلاقي دلوقتي في طفل، مش بيبقى في طفل مع زميله في نفس الفصل بس هو متفوق بمراحل ومخترع، فهو بالنسبه طبعًا له الحاجات اللي بيدرسها يعني هو هو سابق، مملة بالنسبه له هو لانه سهله وعبيطه، احساسه سابق. فهو ده اللي كان حاصل معانا احنا ربنا الحمد لله كان مدينا ليا احساس او ودان، بتهيألي كله له علاقه بالودان، الودان كانت مختلفه بنسمع بشكل مختلف.